اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، فاخر من الانضف الحاج، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. شوف المات انت طالع بيته ازاي؟ ايوه بسم الله ما شاء الله. شوف ميه تاني؟ بتاخد سوى قد ايه يا فندم؟ ربع ساعة بس. اللهم صل على النبي. يعني ايه ترجع حيويتها له؟ ترجع بقى وتزيد النص. حيويتها شوف الحبايب دي هنا؟ بسم الله ما شاء الله. ترجع تزيد النص. بسم الله ما شاء الله. شوف حتى شكلها حلو في الايام في الحلقة. ايوه يا فندم. لسه بقى بتاخد حاجه اسمها راسي، ده بنسميها سيادتك ده المشمشيه. المشمشيه او سلطه الفواكه؟ او سلطه فواكه. ايوه حافظ الصدمه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. هذه المشمشيه او سلطه الفواكه كما نقول. امال ده ايه يا فندم؟ ده بيض بالسلق عشان البسطرمة. وهنا ايه يا فندم؟ ده حاجات الكريمه. دي الكريمة؟ ان شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. كريمة باللبن. الكريمة برضه بالكربات. الكربات انضف حاجة. دي هتبقى تضاف للكريمة. بس احمر. بسم الله ما شاء الله. ده بنزل منه على سلطة الفواكه. تاني كده؟ ده بنزل منه على سلطة الفواكه. وده بنزل منه على الكاستر. كاستر ثلاث انواع دول. مع الجزء اللي هناك ده الفول السوداني. طب ده سيادتك ايه؟ ده مبشور. جوز هند؟ جوز هند. جوز هند بس له. احنا بنشكل احنا الاشكالات اللي احنا عايزينها. يعني الالوان دي ما جوز الهند؟ يعني انت اللي ضايف الالوان؟ ده كله ابيض. بسم الله ما شاء الله. ده كله زي ده كده. احنا بنطيب زي ما احنا عايزين. بسم الله ما شاء الله. جوز هند وبعد ده اسمه ايه يا فندم؟ ده كريس. كريس. كريس احمر. تيجي في علب. دي كريس احمر واخضر. ننزل منه مع الحاجات دي برضه. ايوه يا فندم. ده خوخ. معلبات. وده اناناس. تمام. بنزل مع سلطه الفواكه برضه. تمام يا فندم. تمام. كريز برضه جرين الكريز اهي. علب الكريز. ده قراصيا. اللهم صل على النبي. القراصيا. القراصيا دي. ايوه يا فندم. دول بقى الحبات القراصيا يا استاذ محمد. حاجه عاليه. شكرا. اعلى حاجه. شكرا. دي الكسترات برضه. الكاستر اهو فقط حكت عليه جوه. اللهم صل على النبي. عليه. اللهم صل على النبي. تمام يا رجل. تمام. يا باشا الجبهات ده كاجو. عين جمل. عين جمل. حاجات راقيه يعني. بندق يا باشا. عين جمل. بندق. كاجو. وده سيادتك ده يا باشا دي لوز. لوز. تمام. دي جوستن. دي ضيف حاجه اسمها جوستن هندو. دي اسمها ضيف قرشه. بس نبره هنا يا باشا بقى حاجه عاليه. اللهم صل على النبي. نعمل رز باللبن. اللهم صل على النبي. الصنوبر بتضاف للرز؟ الرز يا باشا. رز ولا الرز بلبن؟ رز بلبن. بس ده بتحط بقى بتاخد اشكالات على الوش. بس ده عامل ازاي؟ مع اللون ده؟ انت بتشكل. في عليك معلوم. شفت الكاجو بقى شكله ايه؟ ايوه. دي بقى بتقشر. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه. السلق. ايوه. بيطلع ابيض. ايوه. ده بيطلع ابيض. ده برضه بخش الفرن بنشا بيطلع ابيض. بسم الله ما شاء الله. ده كله بيبقى لون واحد. تمام تمام. حتى السنيبر دي بيطلع لون واحد زي. الكاجو برضه حاجه حلوه. لا خلاص. كلها حاجات عاليه. انا بشتغل عشان ايه؟ مش عشان ناكل ولا نشرب. انا ولا عاوز ابيع حاجه من ارض ابويا ولا عاوز اشتري حاجه. انا عاوز اعيش اليوم اللي انا عايشه. ما بحبش الفلاحه دي. انا مقسوم من ابويا عشان كده. يعني انتوا بتجهزوا اطباق الشيبس. ايوه جميل. طبق شيبسي ابتكار. ماشي اتفضل. نعم يا حاج. اتفضلوا اتفضلوا. خفت شويه كبير. ايه المسمى مجنون؟
جايبها شربات ايه يا فندم؟ لا شربات احمر، كاستر احمر. جايبها كاستر احمر ان شاء الله. اه. فرن عشان يعني البندق ده بيدخل الفرن. دي تتبيله للكفته. الكفته ان شاء الله. تمام. ماشي. دي تتبيله وديت بصل تخش تتلوح شويه فلفل بقرن احمر بقرن اصفر. ايوه. تمام ده تخش تتلوح عشان تحط عليها شويه ايه؟ شويه شوربه وشويه دقه صلصه شويه بهارات عشان اللحم. باذن الله باذن الله. تمام. الكلام ده هيتعمل ايه؟ للادي. بالف هنا وشفا. وفي حاجه اسمها شيش طاووق اللي هو ايه؟ لا شيش طاووق اللي هي الفراخ واللحمه هذا هو الهيكل العظمي للذبيحة كما تحدثنا. مال ده ايه؟ دي الكريمة البيضة. دي الكريمة البيضة؟ يلا يلا عشان حلوة يطلع. اتفرجك عشان حلو دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي ما زلنا نتحدث عن تجهيز سلطة الفواكه. تجهيز سلطة الفواكه. ده سيادتك الاناناس المعلب. اه الاناناس معلب. عشان دي مش ايام. تمام. اه. وده سيادتك الخوخ. ده الخوخ. اه. الخوخ فين؟ انا انضف الخوخ. ايوه. شوف المعلبات عاملة شكلها. تمام. حاجة عالية. ايوه ايوه. حد ينور لنا يا اولاد كده شوفوا وحش قوي حتى الكشاف اللي هم جابوه وقع الكرب هتدور يا عم على الحبل شوف وقع منين ودي انواع المكسرات وجوز الهند نور الحبل ده بعد اذنك الحبل ده 17 واحنا لسه ما عملناش اي حاجه ما تعديت واحد جاز النار يا مالك للحمه عن عمل سلطة الفواكه هذا ما لدينا نشكركم ونشكر حسن المتابعة